هسه هراكم مش نستخدم حتى نهزم هذا الزعيم بسهوله. باعوا اول شيء هذا السلاح نسل صخر ملك التنانين، طوروا على اخر شيء. حسب وصف هذا السلاح ياثر بشكل كلش كبير ضد التنانين. وعندنا هذا السلاح الثاني اللي ناخذه بالاضافه، سيف الكتان العظيم لصياد التنانين، هم حسب الوصف مالته ياثر بشكل كلش كبير ضد التنانين غير ضرر النزيف مالته. طبعا نستخدم هاي السبيل حماية شجرة ارض، هاي تعطينا تزيد دفاعاتنا المو فيزيكال، ونستخدم دوابة العفن وطقوس الهب الاسود وفراشات العفن حتى تسبب الاسكارلت روت ولهب الاشباح المتفجر وحقد رايكارد. هاي السبيل تستخدموها ضد هذا التنين، هاي افضل استراتيجية حتى نهزمه. طبعا نستخدم قدرة هذا السلاح لان ضرر مات اختراق، وهذا زعيم تنين بايل ضعيف ضد ضرر الاختراق. بعد اول شيء نستخدم هاي السبيل حتى تعطينا دفاعات قوية ضد النار ضد البرق. هسه نجهز اول سبيل نستخدمها فراشات العفن، ونروح راسا نسترعي بعو هاي الشخصية اللي لقيناها جوا. هسه بعو هاي الشخصية ظهرت حتى تساعدنا. هسه هاي مهم تسرعون هاي الشخصية، لا تستخدمون الممك، استخدموا هاي الشخصية تكون قوية ضد هذا التنين. بعو اول شغلة بعو نستخدم عليها السبيل مال فراشات العفن حتى نصيبها بالسكالت روت. بعو هو قوي ضد السكالت روت، بس هاي السبيل كلش قوية تصيبه بالعفن. نستخدم بعو هاي السبيل شقد اثرت عليه. هذا الزعيم له نقطتين ضعف، نقطة ضعف اول شغلة براسه، ونقطة الضعف الثانية هاي الرجلة المتصابة بعو المقطوعة، فاستهدفوا راسه او رجلة المقطوعة بهاي السبيل. بعو هاي اللي قاعد استخدمها اني لهيب الاشباح، يكون كلش ضرر قوي عليه. هسه راح ندخل بعو دخلنا راسا بسرعة للفيز الثاني. لازم بسرعة تبتعدون لين يطلق انفجار، هنا راح يطير ويطلق قذايف مال اللهب، لازم تبتعدوا عنها بسرعة. بعو هنا تنتبهون تستخدمونها، ترجعون تستخدمون بداية الفيز الثاني هاي السبيل حتى تعطيكم دفاع قوي ضد النار واللايتنينج. انتبهوا من هذا الشيء لان ضرر اللهيب مالته مال النار واللايتنينج بنفس الوقت كلش قوي، ضربة واحدة ممكن تموتون. باعوا لحد الان تأثير السكالت روت دا يمشي على الزعيم، لان هو اصلا مقاومته قوية ضد السكالت روت، فياخذ وقت كلش طويل يلا يتوقف تأثير السكالت روت اللي احنا سببناه له بهاي السبيل. باعوا هاي الرجلة المقطوعة نوجه عليها سبيل او نوجه عليها ضربة هذا السلاح اللي احنا شايليه. باعوا فرأسا الدمج يكون كلش عالي، لا توجهون باي مكان لان ما راح تستفادون اي شيء، فهذا الشيء اللي انتم تحتاجونه. باعوا هذا اللهيب مالته كلش خطر، انتبهوا منه، دمج مالته كلش عالي. انتبهوا من حركه ذيله، وانتبهوا هم من يطلق نيران، من تكونون قريبين يمه يطلق نيران بالقاع حتى يدمجكم، فانتبهوا من هالشغله. باعوا دمج مالته عالي. باعوا نكون بهذا المكان، يفضل تكونون هنا، تكونون هنا حتى تقضون عليه بسهوله، لا تبتعدون عنه كل الزايد. باعوا هسه بدا يطلق علينا هاي النيران وهو طاير بالجو. وباعوا شقد الضرر مالته عالي لو ما احنا استخدمنا هاي السبيل. وهاي الشخصية اللي استدعيناها هم قاعد تساعدنا وتطلق سهام على راسه، وهم قاعد تستخدم سبيل ضده. بقاله تقريبا اقل من ربع دم، ما بقى شيء بسيط وقتله. باعو بس ندير بال هاي من يسويها السبيل. باعو بس مجرد حركه يا يمنى يا يسرى تتفادوها. باعو بطيئه مو سريعه تكون هاي، راسا نسوي بيل انتبهوا منها. باعو سهو دمجنا ما لحقنا، وهاي النيران باعو راسا يطلق ورا بالقاع، فتكون الضرر كلش عالي. انتبه وحاول راسا بسرعه نوصل. باعو هاي الرجل المقطوع اللي جوا توجهون عليها دمج بهذا السلاح او بهذا السبيل. باعو هذا السبيل انا قاعد استخدمه هي اقوى شيء ضد هذا الزعيم، خلي الموضوع القتال هذا الزعيم سهل. باعو بس اهم شيء تستخدمون السبيل اللي قلت لكم عليه، حتى وقدر ممكن تستخدمون تالزمان حتى تزيدون دفاعاتكم ضد النار وضد اللايتنينج. مثل ما قلت لكم انتبهوا من حركات الضربات مال ذيله. باعو هاي الرجل المقطوعه نوجه عليها الضرر حتى يدمج. باعو هذا السبيل هم تفيد قويه ضده. باعو ايش قاعد دمجه؟ بقال شيء بسيط، لازم نوخر منها بسرعه. باعو باعو الانفجار تفادينا الضربة مالته، بس صاروها انفجار رأسا، فلازم تبتعدون رأسا. بعض ضربة الذيل هاي حذرتكم منها رأسا تدمجنا. بس نوخر هاي هم كلش المزعجة الحركة مالته وصعبة شوية تفادوها، بس لازم تحركون يا يمنى يا يسرى تركضون. وهاي هزمنا الزعيم بايل المخيف. طانا قلب بيل وطان 980,000 رونز. واو تمام اصدقائي، هنا وصلنا لنهايه حلقتنا، اتمنى انكم استمتعتوا، وانتظروني بالحلقه الجايه من شادو اوف ذا ايرج تري.